مساكم الله بالخير يا ولد هذولي لا يرقدون لا ليل ولا نهار. يا صاحبي دوب العلاج اسلب الحيل دون مسافة جردية وجلدة قدمت الإكبان الشوان بمراهيل قطعت المرجع على كل سلدة وإن كان ما تقدر قلوب الرياجيل عود وتلقى واحد منك والدة أرحب البداية الرابع مساكم رب الخير اليوم كيف أخلاقكم وكيف أموركم؟ أخلاقنا ممتازة بس اليوم نبك تغير البرنامج. أنا ما عندي برنامج البرنامج عان عند الشيخ أبو ناصر. اليوم عندي 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 أم لكن لا لو تستاهل وش تابع يا بولي اليوم ما نبى برة مرة هالبرة اليوم لا تطريهن ملانة من هالأسبوع هالبرة نبى أسواق نبى مطاعم مشويات نبى تمشية نبى أنت اللي تفهم نبى البلد اليوم نبى البلد بالعربي نبى البلد جازت لكم إيه جازت إنه إيه ندوره ما يكين عشان الشيء نبى وأنت أنا والله نبى البر يا أخوي أنا ويا أبو ناصر عسى قبرك فيه عسى قبرك فيه أنا أبو ناصر نبى البر ونبى التخييم برا ونبى الناس والله لو على كيفي إني كل يوم في البر كل يوم لا بس لا, لا تحرمونا البر يا رجل المدينه ريضه مبطين جاي منها اليوم نبغى نخليها جل مزيج بين البر وبين امشي اول اسواق وعشان الظليمين هذول برضه ها وانت دلعتهم يلا يلا ابو غازي وانت دلعتهم والله ما بقى غير تحجز الحريم ومجيبهم معهم انا قسم بالله اخويا خوينا ما نصب بالمصاريب يا ابو ناصر عشانكم بناء على طلب المجموعه واخوياي تقديرا للرغبات في الرحلة قالوا نبى مدينة ولا نبى بر ولا الأول كيفي بكيفي ولو إن الحالي ما طلعت من البر لأن الأردن الأيام هذه يا جماعة جنة الله فرض ربيع ربيع من وين ما تلف راسها المطية ولا الآدمي على عشب فالله يكرم البلاد والعباد ويغيثهم إن شاء الله. السلطة يا جماعة عند المطعم الفخم هذا اسمها السيرو جنب الطلي معلق واطلب على حسب طلبك اشبع لحم عارفين كيف اشبع لحم الله يديم علينا النعمة ويحفظها من الزوال بسم الله الرحمن الرحيم اللي معي ما تلزمهم داخلين المطعم داخلين أبيت أو شئت استغفر الله وأتوب إليه استغفر قريتها على اللوحة لا يتزمن حطها خير السلام عليكم ما شاء الله تبارك الرحمن يدورون الطليب ياكلون هذه جنوب الطليان مره الكيلو اللي تبغاه اخذه ابو ناصر قض جنوب الطليان للريجين عزال انت السعاده عندك ترند بس تشوف الطلي معلق ما يحتاج شوف اللحم هو النعمه شوف يا معاذ هذا فارمين حق الكباب يقصون من الذبايح هذه وعلى حسب انت تبى شوي تبى كباب وش تبى بس انا سياح انا محبونا سياح كباب بلد كباب دقته ممكن فالاردن صراحة هنا في المطعم حق السر يقويكم شباب مبروك تأهل المنتخب الاردني مبروك والله فرحت والله فرحت من كل قلبي الله يبارك فيك الله يسعدكم الله يحفظك ما شاء الله تبارك الله اللحم والتكتاك اللي هو معلق ما ابوه مطبوخ عاد انا بل زي كذا مره تم يا ابو طيب الحمد لله اللي فكنا البراء رايحين جاي رايحين جاي انت صار عقدتك وفوبيتك في الحياه إيه؟ العزبه اي والله انا مرتاحين سوال والله ما زين منها هات شيشه لعم سفين لا شيشه ما شربها اشوفك تعاين فيها يا عمي ما شربت انا ورعته بالجبال اصلا ما ابلع حتى متابعينك ما صدقوا انت لو قلت ابو سعد يمكن الناس ابو سعد صح وجهه بين يوحي هذا ما بحق شيشه مع انه والله الوجه يبين وجهه والله مجالس الرجال وحليب الخلفاتي والله هي مالك اللي يقول رجال للشوشه وبطن ولغبيب والوجه يبين وجه راعي معاصي لا
جلس حسنات كلها حسنات. والله يا ابو سعد من... والله ما سامح ولا واحد. اسمع يا ابو سعد والله يا ابو سعد تراكم سامح اي عز الله خسر اللي ما اخذك في رحله يا ابو سعد. او كان شيخ مراجل وسيع بطان احصان يا ولد العائله والمعتدله عندك زي بعض مع اخوياك في الرحله اخوياي. هذا شفت حقة ام عصامه اللي في باب الحاره يا ابو غازي إيه؟ هذا الكبه المشويه اللي على كيفك محطوطه الميفه على الجمر على الجمر شوي تشوف ما عندهم بليله بالبلوكي. هذه والله هنا نلقاها شوي في الاسواق في الشوارع هناك نلقاها نعمه يا ولد. المطاعم هنا لها جو لها جو صراحه يعتنون حتى بالديكورات وهذا اعشاب طبيعه كانك ولد فلتغى. شوفون السوق الربع شوف والله هذه ساحة العين في السلطة القديمة أسواق شعبية ومقاهي وأشياء حلوة تصلح لكم علامكم ما ترجون. أنا بالغ نبي نشوف والله مبان مقدور قديمة وسكاتين سيجان سيجان أنا باخذ من كل سوق. والله هذا يا أبو غازي ديرت الناس الطيبين الناس اللي صدق يعني الطيب متأصل فيهم ترى مدينة يعني مسجلة في التراث العالمي هيئة التراث العالمي مدينة تراث عالمي. خلونا ناخذ لفة ونشوفها ناخذ لفة ونقضي لازم نحمل من الأغراض تقضي وش ما ترى ما عاد شيء أنا عني والله أني من اللي يحبون السلطة يا أبو غازي أبغى نمنة تكفى أبو غازي خلنا استأجرنا ونا نمنة نمنة تبون النوم لا لا عان 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 فن هذا فندق ذا ما شاء الله تبارك الله خليها أسواق ترافية شوفوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن زي براحة القزاز عندنا في الطائف فردوات والدنيا والأشغال والتحف إيش يسمونها؟ أنت اسمها دلة لا غير الدلة يسمونها نجر لا النجر الكبير دلة يسمونها البغدادية في دلة يسمونها الغسلان دلة البغدادية يعني عزاوية في دلة دلة يسمونها الغسلان عزاوية فوق كل دلة في الرسلان القديم في الرسلان القديم يعانى فوق عزاوية. انت ما عندك ما عندك دلال يا ابو سعد؟ لا والله عندي دلال بس الرجال يحب التراث يا ابو حتى شوف النجر هذا انا بطيت ادوره النجر انا يبطي دن يا ولد ما ما وقف الى الان طلع على دن اي نعم الله بيت الشاعر اللي يقول لن طعتني تحط لك في نجد معزه وضان وخليك مع النجر والدله وبيت الشاعر ليش ما قلت باعر وضان؟ لا ما تجي كذا عنز وش تجيب ما تجي هذا ما تجي عنز ما هبلنا كم عندك شاوي شاوي وهذا الخير ومعزاك اللي عندك اجل عندي معزنا عندي باع لا تخلينا نصورها وما نشرها صورها عاد هذه من بهيمه الانعام يا ابو سعد الحمد لله كلها خير وحلال اجلال ما في خير اهلا وسهلا روح لخويك هناك وين خويي من والله خوف مين درعنا لا تسوي لا تسوي صدق ما بلعب يا مال فرق العين كان حجزوني الله بين يا مال فرق العين كان حجزوني لا عطر بين البروق وبين مبسم يا فرق فرق انت لا لا قلت عز الجلالة افرج بين صوحبي واحسب برق يلا انت لا لا قلت عز مبسم يا جلالة وش تبى بس ترى حتى النجر والدلة بغيت أقول بيتها الشعر كلها أصلية يا جماعة اللي بتسيوق إذا جاء الأردن أنا ما ألقى الزينة حقت الخيام الأول حقت البدو موجود الشراشف اللي جنب الخيام الأول هلا رصت كل هنا موجودة أين كلها هنا موجودة هنا عشائر الصلة وقبائل متأصلة من أصل القبائل في الأردن ولا هنون البدو هذه بسطة الخضار باختصار حرجون عليه بعدين الخضار عندهم طازجة بدون أي كيماويات بدون أي إضافة بيوتهم يا جماعة على قمم الجبال ما فيها مكيفات أبدا ولا تشوف المكيف مناطق باردة ما جزين أصلا الديرة خضراء تشبع تشبع
تشبع ما يحتاج تحيل ولا شيء جنب بيتك. يا ابو ناصر كل كشكي يوقفون عنده. بعدين الذائقه صفر، موز على مشويات على حلا اللي يلقونه يحطونه ما طاح فيهم هذا براحه. حبيبي هذا موز عذري عذري ما يمرك مره. هذا من مزارع ومن طبيعه الارض والاكل يا اخوي. هذه جنه الارض هنا موجوده. جنه الارض انت ما قد شفتك تاكل موزه الا اليوم جينا هنا. بس طعمه لذيذ هذا. بديش تغير كيف شربنا حلال. هذا والله ما الا موز. عاد الموز والله حتى الشعراء يتغنون فيه ووصفون على الاوادم. ايش يقول الشاعر؟ يعود موز على جال الساقي نعم جال البحر نابت نابت تاكلون منه. انقلع 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 لعنت والدين القصيده. انقلع انقلع خل القصايد اللي تطلع. اتمنى تنزلها في الواتساب. اوكي نبى ندخل المقهى هذا وانت قهوه فيه. مقهى على كيف كيفكم وطلالة فخمة. أهلا خيو حياك الله. وسهلا ما شاء الله. بسم الله اسمع إذا لني ضيع يا خيات معانا فيه. الله يا الإطلالة. المقهى هذا رهيب يا جماعة. أنا الآن في مقهى فصلت اللي يلمع تحت الشمس هذا البحر الميت. عم سهيل بالله هز هز ها هز. كيف هز يرقص هذا كيف تقولها لي يا عمي؟ عادي انت لازم عادي تقول الكلام هذا من يوم عشت. والله لا شوف 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 خل العلومه. شفت لو لا العلومك الطيبه. ايوه والله لا الطاوله مخمس. انت بها دائم طيبه المراجل تحضر لك طيب. لا تشدها واجد يا ابوي. انا ما شديت يقول لي بعض العلوم. اسكت اللي جيت ميزه انت يا بوليس اللي جيت عند اقول اسكت خذ لهم ولا اروح. تراني استحي منك لا تخليني. لا والله لا والله يا عمي خذ لك كذا هزه كذا. اي يا ابو عز بعد انت يا ولد بني خيك خضاره بني خيك خضاره. او تراك لو اخذت لك هزتين ما يفشل. كيف يا ابو سعد؟ عادي قيل على خفيف. هذا ما هب خاننا حق العوم. عشنا على سلوم ورجال وربانا وما ربحنا بسوق اما خسرنا. انا الموال والله اسمع هذا الناس وحنا لنا موال خاص. خلى انتم مجموعتك اللي تقربعون الميكروفونات هذا ساعة وش قرب على الميكروفونات. انا بعرف وش معنى خلوه طعطع خلوه. عن عمرك 60 خلوها طعطع. راح عمرك 60 وانت ما بدابك شيء وصرت اكبر من الضلع وانت اصغر من الذات. يا معلم الرجال غلق اول قهوه قدام اطرق حلا يجي اطرق قهوه. اخوي هذه ام خالد ولا ام علي ولا ام علي ام اللي هي ام بس انتم ها مبسوطين تاكلون؟ كيف مبسوطين؟ انه يوم مغار نحدر والله ما ندري وش امتى الضبط. بالعاف. اللي مره نقول لا والله بعضنا على خفيف. هذه وقت الجوع يا عمي امنا كلنا. ام علي وام خالد وام فيصل وام وليد وامنا كلنا بناكلها. انت زووك في الزاويه يا ابو عزام ما عاد قدامك الا الاكواب. ما عاد ورا غير فلسطين.